يا ابو حميد، اهلا وسهلا بيك. مساء الفل، قلبنا معاك، وانا عارف انه انت في الحجر الذاتي بقالك فتره طويله. طمنا عليك، واخبارك ايه؟ مساء الفل ابراهيم، مساء الخير على كل المشاهدين. انا الحمد لله بخير، يعني الامور الحمد لله. فتره صعبه، يعني فتره غريبه، فتره صعبه على الكل. يعني طبعا ايطاليا هي اكتر بلد متضرره في اوروبا، لكن هي خلاص يعني الموضوع بقى في العالم كله، ما بقاش في ايطاليا بس. فربنا يعديه على خير سواء هنا او في اي حته تانيه، يعني ان شاء الله. صحيح، الموقف دلوقتي ايه؟ والله الموقف بيزداد صعوبه لو بتتكلم من ناحيه الكوره. انا ما اعرفش من بتتكلم ناحية من ناحيه الكورة، الكوره، بتكلم من ناحية لو من الكورة. ناحيه الكوره الموقف بيزداد صعوبه. يعني من 3 ايام او 4 ايام تقريبا كانت اول حاله اصابه بالكورونا في الكالشيو، دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس. بعديها طبعا، لانه كان اخر مباراه يوفنتوس وانتر هو ما لعبش، لكن كان على دكه البدلاء، فكانت النتيجه هي عزل كامل لفرقتين يوفنتوس وانتر ميلان عشان يشوفوا لو في حد اتنقل له الفيروس. بعد كده الموضوع بدا يزيد، وصلنا النهارده ل3 حالات في فرقه فيورنتينا، 7 حالات في فرقه سامدوريا، والعداد بيزيد يعني. فالموقف صعب، ما حدش عارف الامور هتنتهي فين، يعني الموقف مش واضح خالص. هل بتتخيل ان الدوري الايطالي سيلغي هذا العام ولا لا؟ والله انا اعتقد ان المسابقات الاوروبيه كلها مش مضمون استكمالها خالص، لان ما حدش ضامن الموقف ده هينتهي امتى. يمكن في مراهان شويه ان الامور مثلا على شهر 5 تكون احسن، يكون الوضع تحت السيطره، الارقام بتقل، لقوا علاج، او سواء حتى لو ما لقوش علاج قدروا يحجموا من الانتشار الكبير لفيروس كورونا، ومع تاجيل اليورو المتوقع ومد فتره الصيف يبقى في مد للمسابقات. لكن ده برضو مش حاجه سهله، لان زي ما قلنا اولا احنا مش ضامنين اصلا ان الامور تنتهي امتى، ده في النهايه في علم الغيب. يعني كمان انت هتقابلك مشاكل تانية كتير، انت عندك عقود اللعيبه بتنتهي يوم 30/6 مثلا، برافو عليك. الدوري الايطالي كان المفروض ينتهي 24/5. يعني انت بتتكلم لو الدوري الايطالي امتد اكتر من شهر واسبوع وكسر 30/6، في لعيبه عقودها هتخلص، في لعيبه اعاراتها هتخلص، في لعيبه هتبقى فري ترانسفير، طب هتمد فتره القيد، طب هتعمل ايه؟ امور كلها مش مفهومه، امور كلها مش واضحه. اعتقد ان المستقبل البطولات الاوروبيه كلها على المحك يعني، ومفيش حاجه مضمونه خالص. طيب، بسألك في جزئية مهمة، هل في أي وعود من أي من الأطراف المسيطرة على كرة القدم في إيطاليا، سواء الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سواء الرابطة، سواء رابطة اللاعبين، هل في أي حد بيتكلم على وعود بعودة الدوري الإيطالي بعد أسبوعين، أو على أقصى تقدير زي ما بيتكلموا يوم 3 أبريل، ولا الموضوع أو الموضوع كله محل تقييم؟ لا، هو محل تقييم طبعا، يعني في محل تقييم. اجتماع متوقع يوم 22/3، ده هيتبحث فيه بشكل كبير مصير المسابقه، ولكن من المتوقع ان الاجتماع ده برضه ما يكونش حاسم، لان في النهايه المشهد في ايطاليا بشكل عام مش ككره قدم بس، المشهد كله ضبابي جدا، ما تقدرش تجزم بحاجه. فاتخيل ان الاجتماع، يمكن الاجتماع يعني من ضمن الحاجات اللي كانت المفروض انها هتتناقش فيه ايه اللي يحصل في الموسم لو اضطروا ان هم مش قادرين يستكملوا. فكانوا حاطين اكتر من سيناريو. في سيناريو الاولاني وهو ان اليورو تقام في موعدها، وده بقى سيناريو ضعيف جدا وصعب جدا تحقيقه، وبالتالي ساعتها كانوا هيضطروا ان هم ما يقدروش يطولوا الموسم، وهيضطروا ان هم يا اما يضغطوا الماتشات جدا 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 ويأجلوا الماتشات اللي فاضله في كاس ايطاليا لبدايه الموسم الجاي، يا اما يلعبوا بلاي اوف على المراكز اللي هتهبط والمراكز اللي تقدر تكسب الدوري. وهي كلها اقتراحات مرفوضه تماما من الانديه، لان الانديه بتقول لك احنا الهبوط، طب انت هتخلي ال4 فرق الاخرانيين يلعبوا بلاي اوف على 3 ينزلوا وفريق يقعد، ايوه طب الفريق الخامس اللي كان فوقهم على طول ليه يخرج منها؟ نفس ايوه القصه في المنافسه على اللقب، بيقول لك في فرق كبير في عدد النقط، ليه تدخل الرابع معانا؟ في انديه بتقول لك انا عندي امل اني اخلص رابع وادخل تشامبيونز ليج. فهي مقترحات كلها هيتم رفضها بشكل كبير جدا. فاعتقد ان مصير المسابقه مش واضح. يمكن النهارده طلع كلام ان هم عندهم امل ان تاجيل اليورو ويتم استئناف المسابقه يوم 3 مايو. هم عندهم امل ان مع القرارات اللي متاخده في ايطاليا في الفتره دي بنهايه ابريل يكون المشهد احسن كتير، وعلى اساس كده يضغطوا الدوري في الفتره اللي فاضله ويستأنفوا يوم 3 مايو. لكن هي في النهايه كلها سمك في ميه زي ما بيقولوا، يعني مفيش اي حاجه مضمونه سمك خالص، في هي ميه. كلها مجرد افكار واقتراحات، لكن المشهد العام مش واضح. هناك حالة من حالات الارتباك،
العالمي، يعني هو مش بس في ايطاليا، في ايطاليا وانجلترا. يمكن انجلترا فضلت عندها حاله من حالات الصمود كده لحد وقت معين، وحصل زي نوع من انواع دراسه واقعيه للامر، واللي بيه الدوري الانجليزي بدا يقف، واللي بيه كمان بقى فيه مطالبات بالغاء الدوري نفسه. وبالتالي انا عارف ارتباك المشهد نفسه مش مخلينا قادرين كمان نبقى واقفين عند قرار نقدر نعرف الدوريات هترجع امتى. لكن بنسبه كبيره انت تتخيل بحسب كل التقارير، حتى كمان مش بس اللي جايه من ايطاليا واللي ليها اطراف وفرق موجوده في دوري ابطال اوروبا، او حتى كمان على مستوى مشاركه بطوله الامم الاوروبيه، انه غالبا بطوله الامم الاوروبيه ستؤجل على اقصى تقدير لمده عام. مش بيتهيالي ده اللي كلام انها ممكن تتلعب في ديسمبر الجاي؟ ديسمبر يعني دي من ضمن الافكار المقترحه، يعني طبعا هو ده مش قرار، هي من ضمن الافكار انها تتعمل في ديسمبر، لكن على الارجح برضه هيكون صعب جدا، لان ديسمبر ده معناه ارتباك للموسم الجاي كمان. فعلى الارجح هي هتتاجل للصيف. هي مشكلتها انها لو اتاجلت للصيف الجاي ان الفيفا كان مقرر انه يعمل بطوله كبيره لكاس العالم للانديه في الصيف، فهيكون في مشكله في الجدول ما بين البطولتين. صحيح. فاعتقد ان هو كل صناع القرار المسؤولين عن الكره في العالم دلوقتي في حاله ارتباك وفي حاله حيره واجتماعات كامله ومناقشات للموقف، لكن انا تصوري ان ما حدش قادر ياخد قرار، لان في النهايه انت ما تعرفش اللي انت فيه ده هينتهي امتى بالظبط، وبالتالي تقدر تظبط مواعيدك بشكل كبير. هي كلها مقترحات قايمه على توقعات او تمنيات بمعنى اصح. صحيح. ان الامور دي تكون هتنتهي مع نهايه ابريل او اول مايو. صحيح. احمد بشكرك شكرا جزيلا، حافظ على نفسك وخد بالك من نفسك. اتفضل. معلش انا عايز اقول حاجه سريعه بس، معلش عشان انا عارف بس ان هنا في ايطاليا تحديدا الاخبار بتتداول بشكل كبير جدا في مصر، وفي مصريين كتير جدا موجودين في ايطاليا واهلهم في مصر واصدقائهم ممكن يبقوا خايفين عليها. انا عايز اطمن الناس، الامور هنا مش زي ما ممكن تبقى الناس متخيله. الحياه مش طبيعيه بشكل كبير، لكن الوضع الناس كلها قاعده في البيوت، الدنيا امان جدا، مفيش مشاكل في الاكل ولا في الشرب ولا في اي حاجه. السفاره المصريه وهنا مثلا في ميلانو القنصليه العامه، سياده سفير ايهاب ابو سريع والقنصل اشرف موسى والقنصل التجاري احمد غانم مش سايبين حد، الدنيا امان جدا. حتى الجاليه المصريه هنا واضح جدا التعاون بشكل كبير جدا مع الناس، ما حدش سايب حد. المهندس مصطفى مؤمن مثلا على سبيل المثال بيكلم الناس وبيشوف لو محتاجين حاجه. انا بس عايز الناس ما تقلقش وتبقى الامور اهدى، لاني عارف ان الاخبار اللي بيتم تداولها في مصر ممكن تبقى اهالي الناس اللي موجوده في ايطاليا عايشه في حاله شويه، فانا بس عايز الناس تطمن وتهدى والامور ان شاء الله هتعدي على خير. مفيش مجال للشائعات في الجزئيه اللي ليها علاقه بان احنا هنتواصل باستمرار في ايطاليا وفي كل حته، فاحنا بنحاول ما وده جزء من المهمه بتاعتنا ان احنا بنطمن اهلنا وبنطمن الناس وبنطمن على اهلنا كمان في ايطاليا. وانا عارف يا احمد انت لان انا بس حسيت على السوشيال ميديا في الايام الاخيره ان في حاله قلق كبيره جدا، وفي بتعرف الجاليه المصريه في ايطاليا هي اكبر جاليه مصريه في اوروبا كلها. صحيح. فانا بس مش عايز الناس تقلق، عايز الناس تكون مطمنه. السفاره والقنصليه متابعاكم واخده بالها منكم، وانتم كمان الجاليه بشكل كامل محافظه على بعضها بشكل كامل. واي حد على فكره يعني حتى القنصليه العامه هنا في ميلانو والسفاره في روما يعني يمكن البلد كلها قافله وهم شغالين بجد، يعني شغالين ما قفلوش خالص، الناس بتروح الشغل كل يوم رغم ان البلد قافله تماما عشان يتابعوا الناس ولو في حاجه. فانا عايز الناس بس ما تقلقش، الامور ماشيه بشكل كبير جدا وان شاء الله ربنا يعديها على خير. ممكن يعني ممكن ممكن, ممكن تقول لنا اسم السفير واسم القنصل عشان نشكرهم على الهواء الحقيقه، لانه الناس دي يمكن جنود مجهوله، يعني احنا دينا بندردش وبنتكلم، لكن قيامهم بالدور ده يستوجب مننا بالضروره ان احنا نبعت لهم تحيه واشاده كبيره جدا جدا. يعني هو انا بس يعني انا في روما انا مش عارف الاسماء بالظبط لان انا هنا في ميلانو، لكن القنصليه العامه هنا في ميلانو سياده سفير ايهاب ابو سريع القنصل العام، القنصل اشرف موسى، القنصل التجاري احمد غانم، كل الناس بصراحه يعني حتى انا مش عايز يعني انسى اي حد في طاقم عمل في القنصليه العامه هنا في ميلانو، وطبعا السفاره في روما، الناس فعلا مش سايبه حد. وزي ما قلت حتى الجاليه المصريه فيها ناس هنا بتعرض خدماتها على الناس، اللي معاه عربيه بيحاول يساعد حد لو محتاج يجيب حاجات من السوبر ماركت مثلا وتقيله، التليفونات مستمره، جروبات على الفيسبوك الناس بتحاول تطمن على بعض ولو حد يقدر يساعد حد. يعني زي ما قلت حتى المهندس مصطفى مؤمن مهندس مصري هنا مثلا مثال مشرف جدا، بيكلم الناس وبيطمن عليهم بنفسه وبيشوف لو محتاجين حاجه. صحيح. فالامور على ارض الواقع احسن كتير من اللي بتتنقل من خلال السوشيال ميديا. صحيح. يا احمد بشكرك شكرا جزيلا، خد بالك من نفسك، وبشكرك على دائما وجودك معانا في جمهور الثالثه وان تايم سبورتس، وبشكرك شكرا جزيلا.